من على اليسار. بصراحة بصراحة بس حاسس كده بقول كلمة بصراحة. بصراحة دي بتحرجني بصراحة. عندك ثقة كام في المية ان اتحاد الكرة الحالي هينجح في إدارة المنظومة بشكل احترافي؟ بص انا اتكلمت طبعا معاهم يعني مع الاستاذ جمال علام يعني وشايف ان في لمسات جيده بجد يعني. هقول 50% على الاقل يعني. واذا كانت اتحققت ال 50% ده يبقى انجاز. ليه بقى؟ لان اتحادات الكوره في مصر بقى لها سنين طويله جدا، مش عايز اقول كام عشان الناس ما تتخضش يعني، بقى لها سنين طويلة يعني تشتغل باحترافية لا تزيد عن 20%. فإذا عمل 50% يبقى إنجاز كبير. ده يبقى إنجاز كبير جدا جدا يعني. من ضمنه يعني طبعا يعني لو سألتني السؤال ده بعد سنة يعني عايز أقول لك حاجة، بس لأن أنا بقول الكلام ده على أساس إن هو في كلامي معاه هنلعب مع انجلترا ومع البرازيل ومع المانيا ومع فرنسا ومع كذا في الكره المصريه في مساله اعداد الفريق. في مشاكل بقى مش المنتخبات بس، في مشاكل في الكوره بتاعتنا نفسها المحليه يعني لازم تتحل. ودي محتاجه العمل الاحترافي كمان. المهم جدا يعني زي ما تقول زي ما انت بتقول كده الحكام والفار والرخص المدربين والحاجات دي لازم تتعمل. وبمناسبه رخص المدربين كنت بتكلم امبارح مع الكابتن ابزار السقه على رخصه الكابتن علي ماهر ان هو موجود بره في المدرجات يعني. قلت له بحسها قليله لينا يعني مش طبعًا. مش حلو ان يبقى المدرب المصري بره طبعا. فقال لي ما هي مش مشكله علي ماهر، مشكله الاتحاد المصري لما ينظم دورات تدريبيه في مصر الرخصه ايه؟ تبقى دورات على اعلى مستوى. ما ده شغل احترافي بقى. يلحقوا يعملوا الحاجات دي عشان ال 50% تبقى اللي انا قلتها بمنتهى الصراحه والتفاؤل. سامحني يا رب. يبقى انا اضطريت عشان تبقى يعني ال 50% صح يعني ما كانش لازم تكتبوا لي بصراحه عشان اقول براحتي.